بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طلاب الصف السادس يعطيكم العافية جميعا. درسنا اليوم عن الحضارة الأدومية. أولا خلينا نعرف ما هي بلاد الشام. يطلق اسم بلاد الشام على سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. إذا اسم بلاد الشام هو سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. بماذا تمتاز منطقة بلاد الشام؟ أو سؤال آخر، أذكر أسباب نشوء الحضارات في بلاد الشام. في كثير عنا حضارات نشأت في بلاد الشام. بماذا تمتاز منطقة بلاد الشام؟ أولا الموقع الجغرافي، إذا موقعها الجغرافي الهام. ثانيا همزة وصل بين حضارات الشرق القديم. كيف يعني همزة وصل بين حضارات الشرق القديم؟ إنه هي منطقة بلاد الشام ترتبط بكل الحضارات. ثالثا توافر عوامل الاستقرار. من هاي عوامل الاستقرار التي توافرت في منطقة بلاد الشام المناخ والتربة وتوافر المياه. إذا عوامل الاستقرار المناخ والتربة وتوافر المياه. إذا بماذا تمتاز منطقة بلاد الشام؟ بموقعها الجغرافي الهام، همزة وصل بين حضارات الشرق القديم، وأيضا توافر عوامل الاستقرار. أين في أي قارة تقع بلاد الشام؟ يعني الآن سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، في أي قارة يقعون؟ في قارة آسيا. إذن في قارة آسيا. الآن أهم الحضارات في بلاد الشام. أولا الأدوميون جنوب بلاد الشام، الكنعانيون وسط بلاد الشام، والفينيقيون على سواحل البحر المتوسط. هاي أهم الحضارات في بلاد الشام. إذن أولا الأدوميون، ثانيا الكنعانيون، وثالثا الفينيقيون. من أهم الحضارات اللي راح نتحدث عنها الآن وهي الحضارة الأدومية، وهم الأدوميون. خلينا نشوف مين هم الأدوميون. أين نشأت حضارة الأدوميين؟ نشأت حضارة الأدوميين في منطقة الشرة جنوب الأردن. إذن في منطقة الشرة جنوب الأردن. من هم الأدوميون؟ إذن مين هم؟ هم قبائل سامية، قبائل يعني كبيرة، شيدوا عدة مدن يعني بنوا مدن كثيرة، واتخذوا مدينة بصيرة قرب الطفيلة عاصمة لهم. إذا واتخذوا مدينة بصيرة، هي بصيرة موجودة في الطفيلة، قرب الطفيلة عاصمة لهم. إذا الأدوميون هم قبائل سامية، شيدوا عدة مدن واتخذوا مدينة بصيرة قرب الطفيلة عاصمة لهم. إذا ما هي عاصمة الأدوميون؟ بصيرة. ننتقل الآن إلى أهم المظاهر الحضارة الأدومية. مظاهر الحضارة الأدومية، أولا عن الحياة السياسية، ثانيا الحياة الاقتصادية، وثالثا الحياة الدينية. أولا الحياة السياسية، يعني كيف كان نظام الحكم عند الأدوميين. كانوا يعيشون على شكل قبائل، إذن هم عندهم قبائل، يحكمهم شيخ القبيلة، إنه كلهم هذول القبائل لهم شيخ يسمى شيخ القبيلة. وكانوا يختارون الأقوى بين شيوخ القبائل، بيشوفوا مين هو الشيخ الأقوى، يعني شيخ القبيلة الأقوى، فيختاروه ليكون ملكا عليهم ويحكمهم، فيختاروا هذا الشيخ حتى يكون ملك عليهم. هاي الحياة السياسية. أما الحياة الاقتصادية، الحياة الاقتصادية عمل الأدوميون بالرعي، اشتغلوا بالرعي وأيضا الزراعة، وقاموا بحماية القوافل التجارية، وعملوا بالتجارة، وقاموا باستخراج النحاس. إذن ما هي حياتهم الاقتصادية؟ عمل الأدوميون بالرعي والزراعة، وقاموا بحماية القوافل التجارية، وأيضا عملوا بالتجارة، وقاموا باستخراج النحاس. الحياة الدينية، ما هي ديانتهم للأدوميين؟ كانت ديانتهم الوثنية، وعبدوا الإله قوس والإله حدحد. إذن من آلهتهم الإله قوس والإله حدحد. الآن خلينا نشوف ما هي الإنجازات العمرانية لحضارة الأدوميون. الآن ما سبب تسميتهم بالأدوميين؟ ليش سموهم الأدوميين؟ أولا جاءت تسميتهم نسبة إلى اللون الأدم وهو الأحمر الداكن. إذا نسبة إلى اللون الأدم وهو الأحمر الداكن، يعني الأحمر الغامق الذي يميز المنطقة ذات الصخور الحمراء التي سكنها الأدوميون. إذا التي يميز المنطقة ذات الصخور الحمراء، إنه كل منطقتهم صخورها حمراء التي سكنها الأدوميون. إذا ما سبب تسميتهم بالأدوميين؟ جاءت تسميتهم نسبة إلى اللون الأدم الأحمر الداكن الذي يميز المنطقة ذات الصخور الحمراء التي سكنها الأدوميون. الآن نشوف أهم الإنجازات العمرانية الأدومية. ما هي أهم إنجازاتهم العمرانية اللي عندنا في البناء؟ أولا عندنا قرية السلع، وعندنا أيضا المسلة، وعندنا أيضا البرك المائية. إذا قرية السلع وأيضا المسلة والبرك المائية. ننتقل
ننتقل الآن إلى حل أسئلة الدرس. السؤال الأول: وضح مظاهر الحياة الاقتصادية عند الأدوميين. عمل الأدوميون بالرعي إلى جانب الزراعة، وقاموا بحماية القوافل التجارية البرية، وعملوا بالتجارة البحرية في بعض الأحيان، وقاموا باستخراج النحاس. السؤال الثاني: أهم الإنجازات العمرانية للدولة الأدومية. أولاً البرك المائية، ثانياً القنوات والسدود، ثالثاً المسلة اللي هي عنا المسلة. السؤال الثالث: أكمل الفراغ. سمي الأدوميون بهذا الاسم نسبة إلى اللون الأدم الأحمر الداكن. أسس الأدوميون في الأردن مهنا أهما أهمها مدنا أهمها أسس الأدوميون في الأردن مدنا أهمها بصيرة. تسمى الآلهة عند الأدوميون الآلهة قوس والآلهة هدهد. هيك بنكون خلصنا الدرس. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.